وسط عزلة داخلية وخارجية وانتخابات بلا ناخبين، كيف يواجه قيس سعيد التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ وهل تستطيع المعارضة مواجهة تلك التحديات؟ وما الذي يمكن أن تسفر عنه احتجاجات الشارع بعد انغلاق كل منافذ الحوار؟ الانتخابات التونسية أزمة بلا أفق. الخميس 29 من ديسمبر 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، فقط على الجزيرة مباشر ومنصات المركز والقناة.